بهذا الفيديو رح نلعب زومبيز كول اوف ديوتي بلاك اوبس 6، بس بلاك اوبس 6 لسه ما نزلت، فكيف رح العب طور الزومبي فيها؟ اللي شاف اخر فيديوهين سويتهم واللي تكلمت فيهم عن تسريبات اللعبه، تكلمت انه رح يكون في مابين زومبي عند الاطلاق في اللعبه، الماب الاول ماب الجزيره واللي شفنا فيديو له، والماب الثاني اسمه ليبرتي فولز واللي هو نسخه عن ماب ترانزيت من بلاك اوبس 2. ففي احد الاشخاص صمم ماب ترانزيت جديد في لعبة بلاك اوب 3 على البي سي، وبمخيلته كذا يتوقع شكل ماب ترانزيت في بلاك اوب 6. اسم الماب ترانزيت دارك ايثر، الدارك ايثر هو اسم قصة الزومبي الجديدة، فهذه ترانزيت لقصة الزومبي الجديدة بلاك اوب 6. فخلنا نلعب الماب مع بعض ونستكشفها. بس قبل لا نبدأ، هذول اسماء الفائزين على نسختين لبلاك اوب 6، الجيفوي كان على اخر فيديو، وهذا الفيديو عليه ايضا جيفوي على نسختين لكول اوف ديوتي بلاك اوب 6. اذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيهم، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك اي تعليق اسفل الفيديو. ويلا خلنا نبدأ. وهذا الفيديو برعاية منصة بوكيت بروكر، واللي هي منصة تداول موثوقة تقدر تتداول فيها على فوق 150 أصل ومؤشر. والحلو في منصة بوكيت بروكر إن المنصة راح تعلمك كيف تتداول إذا كنت جديد على التداول أو ما عندك خبرة قبل كذا. بس تنشئ حساب، المنصة راح تعطيك حساب تجريبي تقدر تتدرب فيه كيف تتداول، وإذا تعلمت وقتها تبدأ تتداول بفلوس حقيقية. وأهم شيء المنصة بتوفر لك خيار الحساب الإسلامي، تأكد انك تفعله عشان جميع المعاملات اللي تسويها تكون مطابقة للشريعة الإسلامية. وسحب الفلوس من المنصة ما عليه اي عمولة، راح تاخذ فلوسك كاملة. وتداول جدا سهل، تقدر تتداول من موبايلك مثل ما شايفين، هذه كانت عملية ناجحة. والان اذا استعملت هذا الكود اللي شايفينه قدامكم على الشاشة، راح تاخذ 60% على اول ايداع لك. فيلا حمل التطبيق من الرابط الموجود بالوصف، وخلنا نرجع على الفيديو. اوكي، نحن اظن في المنطقة تبع الباور، اي منطقة الكهرباء او الباور بماب ترانزيت. هنا المفروض ننزل تحت في البنكر ونفتح الكهرباء. اوكي، في شيء اوف لاين لازم نفتحه. انسكن البداية، يعني ما احتاجها. دبل بوينت، اوكي بدايتها كويسه. خلنا نخلص الران سريع. هذا ايش؟ اوكي، هذا تليبورتر راح يودينا منطقه ثانيه. في شيء هنا، في بوابه دارك ايثر او شيء هنا. اوكي بوم، خلني اخلص الراوند سريع واخذها. يلا خلص، يكفي. جمعت 5000، خلنا نروح نشوف وين هنروح. اوه والله الصوت مرة عالي. هلا والله ترانزيت، ما في غرفة البداية في ترانزيت. كوك ريفايف، اعطيني بس. الاجواء رهيبة. اوكي خلنا نفتح الباب. اوه والبوكس هنا. طيب اوكي افتح على البوكس بسرعة. والله الاجواء رهيبة، كأني كذا تحت البحر. بسرعة بسرعة، هذا الصندوق. اوه ما عندي فلوس. بسرعة. لا انا في مأزق. حلو، اعطيني. اظن اقدر اجي هنا صح؟ يب، وما يجي زومبي وراي. يب خلاص الامور تمام، اظن خلصوا تقريبا. اوه هلا والله، بيرك ديتشت. حلو، ما كنت متوقع في بيرك هنا. خلصنا الران. نفتح البوكس مرة ثانية، اعطيني سلاح الماب. شفت في سلاح ماب رهيب. اوكي نشتغل كويك سكوب شوي. وهذه قطعة، اوكي نقدر ناخذها. كويك سكوب يلد، تعالوا. ديث ماشين اعطيني. يلا نخلص الران سريع. حلو. بوكس. ريجن او سلاح الماب، او شوتجن، اي شيء من هالثلاثة انا راضي. الا هذا، لا هذا مو راضي، هذا سلاح معفن. شوتجن او سلاح الماب او ريجن. شوتجن، اوكي شوتجن، تمام.
وخلص الطلق. اوكي خلص الطلق، فنفتح الصندوق. ما كان ودي افتح بس خلص. وهذه قطعه سلم. اوكي السلم نحطه في ال... هي هي هلا والله. الويف جان تبع ماب ترانزيت بس كانها نسخه قويه. يا هلا والله. طب بس لو خلص ينفجر نفس تبع ترانزيت. ما ابي اجرب، ما ابي اجرب، خايف ينفجر. الباص وين؟ وين الباص؟ اوكي 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 اوكي. هذا الباب ايش؟ ما فتحته. الكهرباء هلا والله. اوكي اقدر اشرب بركات بس ما عندي فلوس. ضوعت كل فلوسي على لا 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 لا. ايش في ايش في ايش في؟ هاي هاي لا 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 لا. اوه ذبحته؟ انقسم انقسم. اوكي بسرعة بسرعة بسرعة. الباص وينك يا باص؟ لا 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 كذا راح اموت. راح يذبحني، راح اموت ويذبحني. لا هذا غش، هذا غش، هذا غش، هذا غش. مات. اوه 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 والله كنت بيني وبين الجيم اوفر كذا. هذا بيرك ميول كيك صح؟ لازم اخذه، لازم اخذه واخذ لي سلاح ثالث لازم. بسرعة بسرعة. هاي 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 شو قاعد يصير؟ من وين طلع هذا؟ مو ذبحته؟ فاير سيل. فاير سيل. في بوكس هنا؟ في بوكس قدامي؟ كويس. شيل شيل شيل. هات رشاش هات رشاش هات رشاش. فاير سيل فاير سيل. شوتجن يطلع لي اقسم بالله انا شوتجن معفن. ريجن مارك 2 هلا والله. نفتح 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 نفتح. ايش ايش طلع لي هناك؟ سلاح تعبان. والله حظي بالاسلحه يا شباب. هاي ايش هذا؟ ايش هذا؟ اعطيني هذا سلاح الموب يا عيال. ايش في حظي اليوم؟ ايش في حظي؟ سلاح الموب وريجل مارك 2 والهوائي. امي داعية لي اقسم بالله. اوكي اوكي هذه ضربه مثل الريجل وهذه تذبح مجموعه. وهذا مين؟ هذا مين؟ هذا مين؟ هي 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 اخطبوط عقرب قاعد يتف يتفل علي. وين راح؟ اوكي لازم سبيد كولا وجقر، لازم سبيد كولا وجقر. في بيرك هنا مجاني بس لا ما ابي ما ابي اخذه. معي اربع بيركات ما ابي اخاطر فيهم صراحه. أنا يعطيني بيرك تعبان. سبيد كولا. لا انا احتاج الجقر بس ما ادري وين الجقر الصراحه. ما راح اذبح هذا. كأن هذا باب. اي والله باب، اي والله باب. اوكي لازم افتح هنا عشان افوت هنا. هلا والله جقر بس ما عندي فلوس. نوت اكتف كانستر. اوكي وهنا باك بانش وهنا تليبوتر. طيب 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 اوكي في كثير اشياء والله. الان الهدف اني اذبح الزومبي واشتري جقر. الهدف اني اشتري جقر. او قطعه الباك بانش والله ولا كنت شايفها. اقدر اقدر ابني التطوير الان؟ لا لسه. اوكي كان في قطعه هنا. الان اقدر ابني التطوير. شعور حلو تلعب ماب زومبي كذا لاول مره وانت تكتشف الاشياء ما تكون حافظها. اوكي صار عندي سعر الجقر. اوكي اموري الان تمام. هذه تفعلت صح؟ اوكي فعلت هذه. تليبوتر ادفع عليه 1000 والله ما عندي فلوس. لا هذا زمور الباص هذا قوي يعني لو مو موجود الباص يستهبل الصراحه. وين وين قاعد يزمر؟
اوه اظن عرفت، نحن في ماب ترانزيت بس الدارك ايثر يلي هو بعد غير البعد اللي فيه البشر. فالان بنفس هذه المنطقة بالبعد الاصلي موجود الباص، وانا قاعد اسمع من بعد الدارك ايثر. والله اني ذكي يا عيال، واضح اني شايف كثير مسلسلات عن الابعاد الزمنية. اوكي هذه ايش؟ 1500 اظن هذه تليبوتر صح؟ توديني مكان ثاني. هلا والله، هي الباص هنا. اوكي كل التحريات اللي كنت قاعد اقولها عن الباص انسوها. شوفوا المنطقة كيف رهيبة، وهي المنطقة الثانية من ماب ترانزيت داينر. اوكي اقدر اركب الباص؟ هلا والله، هلا والله سواق الباص منور. اوكي ها اوكي اوكي انا فوق الباص الان. ايش اسوي؟ ايش هذه؟ وين هتوديني؟ هلا والله تاون يا عيال، ايش فيه؟ كل مكان احلى من الثاني، والله ان التصميم جبار. اللي اشتغل على الماب ابدع اقسم بالله. المشكلة اني ما ايش في ايش في ايش في ايش في هذا الصوت؟ ايش في 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 صوت، في صوت شيء طلع. هاي هاي اوكي هذا صوت شيء اللي طلع. مش عيال حاسس الماب جدا سهل لان حظي خرافي، طلعت لي اقوى الاسلحه كذا بدري. يلا انقلع بس. اوكي اقدر افتح الباب هنا. اوكي اظن تاون جدا صغيره ومختصره، ما هو جدا حاطط اماكن تقدر تروح عليها. ما اقدر اروح. هي هي اخطبوط اخطبوط اخطبوط، مو اخطبوط، سكوربيون، عقرب عقرب. والله كائنين ما لهم اي علاقه في بعض، ما ادري كيف قاعد اقول اخربط بين اسمائهم. يلا موت موت، هذا يعطيني بيرك لو مات صح. والله قوي والله قوي، مات يعطيني بيرك. ستامين اب، حلو حلو حلو، احتاج ستامين اب. هاي هاي هذا فجاه تطلع موسيقى وتلاقيه قاعد جاي يسلم عليك. هذا يبي له ريجن مارك 2، هذا ما يجيبه الا المارك 2، ايه على طول يذبحه. طيب تاون حلوه، استمتعنا فيك الصراحه، بس ما فيك شيء خلاص. خلنا نشوف وين هتودينا. اظنها ترجعني المحطه الثانيه. ايه داينر، ما لحقت اكتشفها الصراحه. ايش في هنا؟ ايه نفسها داينر اللي متعودين عليها. والله السلاح جبار. ناخذ الكبوم، نلحق نستكشف شوي. الله 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 تنن كذا، هالموسيقى رجعت لي ذكريات محفوره في مخي من 14 سنه لما لعبت ترانزيت اول مره في بلاك اوبس 2. كنت كذا بزر لسه، اظن كنت صف ثامن في المدرسه. طبعا ما اقصد الاهانه لاي واحد صف ثامن، ما كنت بزر بزر بالنسبه لعمري الان يعني. والله كانت ذكريات. يلا بس انت وياه. ابلع ابلع. هلا والله الباص. طب صح لو ظليت راكب فيه للباص ايش يصير؟ والله سواق الباص يا اخي كان وسخ. هاي هاي والله قرر يمشي. اوكي 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 خلينا نشوف وين اظنها ودينا على فارم، منطقة فارم الى الان ما شفناها، ما نقدر نوصلها الا بالباص اظن. هاي 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 اها اوكي. ايه الو ايش فيه؟ اي وين ليش؟ الو لا ارجع ابي هاي ماكسامو. شكله ما اقدر اعدي هذه المنطقة، ما اقدر. اي في حدود. اوكي 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 طيب، ما اظن ما في شيء هنا. نرجع للمنطقة الأولى كان فيها أشياء صراحة. نفكر بانش وفي تليبوتر صح؟ كان فيها تليبوتر، أبي أشوف وين يوديني. بس أبي أطور سلاح أول شيء. أبي أطور الهوائي، أبي أشوف كيف شكله مطور. ما يتطور، أوكي. نطور هذا. أوه والله رهيب! نطور ريجان مارك 2، نطوره، عندي فلوس كثير. خلنا نشوف وين يودينا هالتليبوتر.
أظن هيرجعني على البداية. يب يب والله إني ذكي أنا. بس إيش نسوي بالبداية الآن؟ أوكي فيه منطقة هنا في البداية لازم ألاقي طريقة أروح عليها. هاي أجي هنا منطقة قليلة ويرجعني. أوكي. هاي 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 ألو ألو أفوكادو الكهربائي. لا 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 ما عندي طلق. ديث ماشين والله بوقته والله بوقته. تعال والله إنه قوي والله إنه قوي يا خوي. موت. لا 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 لو ما عندي طلق إنها النهاية. أشم رائحة النهاية. هذا الطلقة الثانية قوية المفروض تذبح مجموعة صح؟ بس المشفى تسحب كثير من الطلق. انسى كل. مات؟ مات. اوكي شباب شيكت على اليوتيوب وشفت انه خلاص هذا هو الماب ما في لغز تقريبا. حلينا وسوينا كل شيء. ماب صعب شفت ناس قاعدين يعانوا فيه بس انا لان حظي كان خرافي طلع لي اقوى ثلاثة اسلحة كذا من بداية اللعب. فايه هذا هو ماب ترانزيت نسخة الدارك ايثر نسخة بلاك اوبس 6. صراحة اتمنى يكون شكله نفس كذا بيكون رهيب بيكون من جد رهيب. اوكي شباب وبكذا بكون وصلنا لنهاية الفيديو. شاركوني ارائكم بالتعليقات عن الماب عجبكم او لا. وقبل ان ننهي لا تنسوا تشاركوا بالجيفاوي على نسختين للعبة. الشروط جدا بسيطة وبس. كان معكم بشار كيال او بشار كيكي. شوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.